بالبداية إنه بضاعتك منين تجيبها؟ والله إحنا نستورد من الصين. من الصين. نعم. زين. جودة واحدة لو أكثر من جودة هنا عندك؟ لا أكيد أكثر من جودة. أي. من تروح هناك للصين يعرضوا لك أكثر من جودة. بالضبط يعرضوا لي أكثر من جودة من الرديء لحد الأصلي يعني درجات. أي درجات. دائما رد نعرف إنه التاجر العراقي شنو اللي يختار يا درجة؟ صراحة نختار أقل جودة. ليه؟ لأن سوقنا يحكم علينا والزبائن اللي يجونا وإحنا كودنا هنا أسعارنا أسعار جملة فيدورون شيء رخيص يعني. زين أنت تقول إنه أنا أختار أقل جودة. إيه. زين يوم إن يجيك المواطن وريد يشتري شيء مثلاً أني زبونة طب بدي أشتري. إيه؟ من أقول لك هاي الشغلة زينة أصلية. نعم. راح تقول لا مو زينة. لا مو أكيد إحنا نجيب. نعم راح نجيب إحنا أقل جودة وبعدين بالمرحلة الثانية هي نفس نجيب أقل جودة ونجيب درجة يعني نخلي هذا للزبون السعر والرديء كسعر. يقول لك مثل ما بعض التجار يروحون للصين يبلشون عندهم درجات مثلا من الواحد لحد العشرة. بالضبط. التاجر العراقي يروح يجيب الدرجة العاشرة. ايه. ليش دائما يروح يجيب الشيء مو زين والرخيص يدخله للسوق العراقي؟ هاي سببها نرجع للحكومة. الحكومة هي المفروض تخلي رقابة أو سيطرة نوعية. ليش يدخلون على الغراض اللي يعني نقول عليها الرديئة أو الكوبي أو الستوك؟ هي طيب. هاي البضاعة خلية اللي عندك كلها مخاض على الرقابة والسيطرة النوعية؟ طبعا نجيبها من هنا من الصين هناك لا تدخل رقابة ولا هاي نجيب الأصلي ونجيب العادي ونجيب هذا وكلها طوب حالة حال البضاعة واحدة.